بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين. متابعين الغاليين، متابعين قناة منى ثروت، سواء كانت يوميات أو منى ثروت أكسسوارز، أهلا بيكم. كلكم منوريني وعلى راسي. النهاردة إن شاء الله ريفيو من ريفيوهات المطبخ أو ريفيوهات جهاز العروسة، سواء كنتي عروسة أو بتجهزي بيتك أو بتجدديه. النهاردة طقم البايركس اللي معايا ده حلو قوي، وكمان عليه عرض حلو إن شاء الله تلاقوه لسه موجود. هو أنا جايباه من على الفيسبوك، بصراحة صفحة اسمها برايدز هاوس. المنتج ما شاء الله حلو قوي، البايركس بتاعه محترم، كمان معاه هدية حلوة زي ما انتم شايفين كده. الطقم الكاسات ده هدية مع طقم البايركس. طقم البايركس يعتبر مميز. الميزة اللي عجبتني فيه خلتني اشتريته على بعضه، طبعا المكان موثوق فيه جدا، ما جبتوش من او ما تعملتش معاهم غير لما شفت عنهم ريفيوهات كتير، وكمان الطقم عجبني سعرا وخامة. الكواليتي بتاعته عالية زي ما انتم شايفين. طبعا كلنا عارفين البايركس الكويس او الازاز الكويس لما بنشتريه بيبقى، انتم حتى هتلاحظوا في الاضاءة العادية والكاميرا بتاعتي العادية، بصوا الحافة بتاعت الصينية كده بتبقى واخدة على ازرقات او اللون الازرق. الطقم عبارة عن ما شاء الله كذا حاجة، بس كلهم اي حد ممكن يحتاجهم. يعني حاطط لي في الطقم الطاجن المستطيل اللي هو الحجم المستطيل، تقريبا ده مقاس 30، لانه مقاس ما شاء الله كبير يكفي افراد كتير. وكمان حاطط لي اشكال تانية زي المربع وزي البيضاوي، كمان الحلة اللي بغطاها، ودايما كلنا عارفين ان غطا البايركس بيعتبر قطعة او صينية. الطقم حلو قوي ما شاء الله عملي. المفروض ان انا جايباه في جهاز العروسه زي ما قلت لكم، الصينيه والطاجن الكبير، وبعديها على طول في المقاس الطاجن المربع. الطاجن البيضاوي بقى الميزه اللي فيه ان هو عباره عن اتنين نفس المقاس، وليهم جزء في الايد بيتقفلوا على بعض زي الغطا بتاع الحله بالظبط، يعني نقدر نغطيها لو احنا محتاجين ندخله الفرن يكون حاجه محتاجه تتغطى عشان تستوي كويس. بصوا كده. كمان الميزه اللي في الطقم ده، الطقم البيضاوي اهو زي ما بقول لكم، برضو ما شاء الله يكفي عدد كويس، ممكن 3 افراد او 4 افراد. الميزه كمان اللي في الطقم ده ان هو بايدين يا جماعه، البايركس او اي طواجن عموما تقيله، فخار او الحاجات اللي هي بتبقى ليها تقل شويه ممكن تتزحلق بالذات وهي سخنه. انا بفضل قوي الطقم اللي هو ليه ايد، يعني بحس ان انا اقدر اتحكم فيه، اقدر اتملك منه وانا طبعا مطلعاه من الفرن. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، اللهم امين. بصوا الايدين بتوعه حلوين، المسكه بتاعتهم حلوه، اقدر اتمكن منه وانا مطلعاه، ما يفلتش مني لا قدر الله ولا حاجه، دي حاجه مهمه قوي. والحافه بتاعته زي ما قلت لكم، التخانه بتاعته حلوه قوي، التقسيمه بتاعه الطقم تحفه. كمان الحله والغطا بتاعها برضو يعتبروا برضو مقاساتهم كويسه قوي. الغطا بتاع الحله يعتبر طاجن مدور صغير حلو قوي برضو، ده زي ما قلت لكم الاثنين هما اتنين بيضاوي، فاحنا نقدر نغطي بالشكل ده. وكمان لو انا مطلعه الحاجه على سفرتي الاكل مش يعني مش عايزاه يبرد بسرعه، ممكن ده يبقى الغطا بتاع الطاجن. الحلة برضو نفس الفكرة، بصوا الطاجن يعتبر يعني مقاسه حلو، اقصد الغطا بتاع الحلة مقاسه حلو مش صغير. الحلة عمقها برضو كويس قوي. كل ده يا جماعة استخدام فرن طبعا مش نار مباشر، ولازم لما نطلعه بحاجة سخنة كمان يتحط على حاجة من الحاجات اللي هي حامل للحاجات السخنة للأمان طبعا، ربنا يحفظنا جميعا.
الطقم طبعا هو ده الطقم الاساسي بتاعي النهارده، هو سعره يعتبر حلو قوي، المفروض ان هو ب 999، يعني ب 1000 جنيه. كمان جايبين معاه كرتونه تانية هديه، المفروض ان هي كاسات باشكال بالوان ومقاسات مختلفه، الكاسات برضو خامتها حلوه قوي، التعامل معاهم كان محترم بصراحه، جابهولي لغايه عندي بدون اي شحن. وكمان اللي جايب لي الحاجه فرزها لي قطعه قطعه عشان للامان وللتاكيد ان كل القطع بتاعتي سليمه، مفيش حاجه متكسره. فطبعا التعامل معاهم ناس محترمه جدا، بشكرهم طبعا. والطقم الكاسات يعتبر برضو ذوقه حلو، انا من الناس يمكن اللي ما بتحبش تكتر في الحاجات اللي هي، بحس ان هي بجيب الحاجات العملية اكتر او الحاجات اللي هي فعلا هستخدمها. الالوان بتاعته ناعمة، الالوان بتاعته الوانها حلوة، تنفع ديكور، تنفع طبعا المقاسات بتاعتها عصير عادي او كوكتيلات عادية، وكمان فروت سالاد، كمان ايس كريم. طبعا بشكرهم جدا، انا ببقى مبسوطه جدا لما بتعامل على مع حد وطبعا بيبقى بثق فيه او بتبقى معاملته محترمه، المنتج بيجيني كويس، بيجيني متغلف كويس، بيجيني بشحن محترم. طبعا شكرا ليهم، صفحه محترمه دايما برايت زهوس. وكمان المنتج اللي انا مختاره النهارده مهم جدا بصراحه للعرايس، سعره يعتبر برضو كويس زي ما انتوا شايفين معايا كده، والوانه حلوه. اللي حابب يجيب نفس الطقم يا جماعه هتلاقوه طبعا على صفحتهم على الفيسبوك، هحط لكم لينك الصفحه بتاعهم بتاعتهم على في صندوق الوصف للفيديو، بحيث ان اللي حابب يشتري نفس العرض او نفس الطقم يشتريه طبعا على طول، وربنا يوفق الجميع، اللهم امين.